الأبواب الذي شوشت على الجيش الوطني الشعبي ورازع الأسماء في داخل الوطن وفي خارجه لتشوه تصريح رئيس الجمهورية، رغم أن التصريح قاله وهو مرشح وليس بمنصب رئيس الجمهورية، قاله في قسنطينة، شوهوا جزنات الخارج وبعض الذين يعتبرون أنفسهم بأنهم يمتلكون الحقيقة ويمتلكون التحليل ويمتلكون الريادة ويمتلكون الشعبية في خارج الوطن وفي خارج الوطن، ليزجوا بتصريح بريء لا علاقة له بما يقولون، ويحملونه تحميلات خطيرة على أمن هذا البلد ومستقبله واستقراره. أيها الإخوة الأعزاء، عندما يكون